هو في وقتين بس ان انت تشوف فيهم الفيسبوك بتاعك، يا اما قبل ما تروح الحمام يا اما في الحمام، لان مفيش وقت تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ حلقه النهارده هتكون عن ادمان السوشيال ميديا وايه اللي بتعمله فينا التطبيقات. هل احنا اللي بنستخدم التطبيقات دي ولا هي اللي بتستخدمها؟ وهل فعلا الموضوع يخليك تقلق ولا لا؟ دي اجابات الاسئله اللي هجاوبها النهارده واكتر كمان. تابعوا الفيديو ان شاء الله باذن الله هيكون مفيد لكم جدا. ده مش مراجعه تك ولا حاجه، ولا مثلا جاي اقول لك اقفل الفيسبوك بتاعك والحاجات دي، لا عادي، عايز تكمل الفيديو كمله، مش عايز تكمله هي مجرد معلومات انا احب اشارك معاكم او اشاركها معاكم للناس اللي ما تعرفش، علشان يبقى عارف على الاقل وهو بيستخدم بمزاجه ايه اللي بيحصل في معلوماته او يعني الاكونت بتاعه اللي بيحصل فيه بالظبط. فيلا بينا نبدا الحلقه. قلت لنا هقولها دي، في ناس كتير قوي اتكلمت عليها وفي كتب كتيرة جدا طلعت ليها وفي اطباء نفسيين طلعوا اتكلموا على الموضوع ده، ولكن في فيلم تم انتاجه السنة اللي فاتت وهو The Social Dilemma او دايلما. فيلم معتمد على المقابلات الشخصية مع مديرين سابقين في اكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم. كان عامل مقابلة مع رئيس الربح مثلا في شركة فيسبوك سابقا، رئيس للابليكيشن بتاع بينترست، كان في مجموعة كبيرة جدا وضخمة جدا من المطورين والناس اللي كان في المطبخ زي ما بيقولوا وعارفين كل الكلام ده كويس قوي، كمان دكاتره ومستثمرين كمان في مجال السوشيال ميديا. الموضوع اكبر مما احنا نتخيل بكتير. بالنسبه لك هو تطبيق على الموبايل اللي هو كان موقع على الكمبيوتر، اللي هو انت زمان كانت مامتك مثلا تقول لك انت على طول قاعد على الكمبيوتر، دلوقتي انت بقيت على طول قاعد على الموبايل في جيبك. لما كنت بتنزل مثلا كنت بتسيب الكمبيوتر في البيت وكنت بتتعامل عادي مع الاشخاص، دلوقتي انت بتنزل وتقعد مع اصحابك وماسك تليفونك. طيب بدون التخويف ولا دخول في تفاصيل رخمه او ان انا بقعد انب ضميرك وبتاع، هنتكلم بكل حياديه شويه وهتكلم معاكم عن حتت جت من الفيلم ده. اول حاجه لازم تبقوا عارفينها ان الناس دي مش قاعده خلاص ناس مبسوطه والناس بتعمل اكونتات وخلاص، ناس بتعمل تويتات او بتعمل بوستس وخلاص، ناس بتعمل شير وخلاص، لا بالعكس، الناس دي هدفهم رقم واحد وهو الاعلان. طبعا اسمه موجود في العنوان وهسيب لكم برده اسمه في الديسكربشن، ولازم تتفرجوا عليه. الفيلم مترجم موجود على نتفليكس، عندي تحفظ في نتفليكس ناس كتير عارفه كده، ولكن عامه انت ممكن تشوفه في نتفليكس او اي منصه تانية متاح عليها الفيلم. لازم تتفرج عليه، لازم تعرف انت فين في الانترنت، في عالم الانترنت انت مين. هل هو مجرد مهام بيستخدموا بيانات انا مش عالم ذره؟ الموضوع مش كده خالص. انت ممكن الالجوريزمز والذكاء الاصطناعي يوجهك ان انت تعمل فعل معين، زي ما حصل في الانتخابات الامريكيه في 2016 في ترامب لما عرفوا قضيه وقالوا ان السوشيال ميديا دفعت الناس، هي خد بالك ما زورتش انتخابات، خد بالك ما قالتش اعمل كذا، هي دفعتك بشكل ما بسيكونس معين وتتبع لاحداث معين وتتبع للاجراءات اللي انت بتعملها معينه ان انت تنتخب الراجل ده. برضو زي ما انت تكون عارف ان انت كل ما هتستخدم الفيسبوك هيظهر لك الحاجات اللي انت بتحبها، هو بيحسب ليترلي انت وقفت او حرفيا يعني انت وقفت قدام البوست ده قد ايه، عجبت بيه ولا لا، عملت لايك ولا عملت لاف ولا عملت كير، عملت اغضبني ولا احزنني، وهل ده فعلا كان بيعبر عن شعورك ولا لا. كمان انت مجرد ما تقول عن الحاجه او تعمل عليها سيرش تلاقي كل حاجه باب بتخدمك في السياق ده. طب ما يا عم دي حاجه حلوه، إيه انت متضايق ليه؟ لان هو دلوقتي وصل ان انت ممكن تفكر في الحاجه وما تقولهاش ويجيبها لك. الموضوع ده مخيف جدا، انا نفسي ما كنتش اعرفه. يعني انا دلوقتي قاعد بفكر ان انا عايز اشتري جزمه، انا ما قلتش عايز اشتري جزمه، ومفيش حاجه تقول ان انا عايز اشتري جزمه، انا والله فكرت ببص للجزمه كده لقيت ان الجزمه بتاعتي مثلا لا ادمت شويه عايز اشتري جزمه. ازاي تفتح الفيسبوك وتلاقي حاجات للجزم كتير ونصايح للبس؟ انت ما قلتش حاجه، انت فكرت فيها وخلاص. ازاي ظهرت؟ عن طريق تحليل بياناتك، وعن طريق ان هو حلل انت هتعمل ايه وهتعرف ازاي بقى حافظك اكتر منك ابتدت دي تظهر. فيا جماعه الموضوع مش بسيط، مش بس مجرد ان انت قاعد وخلاص، ده هو بيخدم المعلنين بشكل كامل، بيسلمك ليهم. يعني انت زمان مثلا في التلفزيون، الموضوع ده بادئ من زمان ولكن انا بتكلم على التطور الكبير اللي بقينا فيه. في التلفزيون زمان كان بيجيب لك الاعلان وبيشوفوا عدد كبير مشاهدين، مثلا يقولوا ان الاعلان ده عن طريق بعض الاستطلاعات الراي مثلا في الشارع او كده، معظم مشاهدينه ستات زي مثلا برامج الطبخ وكده، فبيجيبوا المنتجات الموجهه للسيدات. وده مثلا التطبيق ده بيشوفه الرجاله زي مثلا تطبيقات الرياضه، فبيجيبوا حاجات موجهه للرياضه، مكان حلاقه وهكذا، وفي حاجات عامه وبيجيبوا فيها اعلانات عامه. دلوقتي بقى عارف انت راجل ولا ست، عندك كام سنه، بتحب ايه وبتكره ايه، وفي الاخر بتعمل اعلان عنه. بتوع الديجيتال ماركتنج طبعا كلهم عارفين حاجه زي كده، لما اجي استهدف المستهدفين انا بستهدفك انت شخصيا اللي هتشتري وبخليك تشتري من غير ما تعرف. عشان كده هتلاقي كوميكس كتير قوي انت بتعمل اوردرات اونلاين ومعكش فلوس،
انت بتبقى في حاله دايمه من الرغبه في الشراء، الرغبه في عمل حاجه زي كده، الرغبه في ان انت حاسس ان انت ناقصك حاجه وانت مفيش اي حاجه ناقصاك، الرغبه دايما في انك تفتح التطبيق. وده ياخدنا للنقطه الثانيه في الفيديو ده، وهو فعلا انت عايز تفتح التطبيق؟ يعني هل انت بتيجي تقرر ان انت تفتح الفيسبوك؟ هو في وقتين بس ان انت تشوف فيهم الفيسبوك بتاعك، يا اما قبل ما تروح الحمام يا اما في الحمام، لان مفيش وقت تاني. يعني انت اول ما بتصحى من النوم تفتح الفيسبوك بتاعك وتشوف مين اللي بعت لك، مين اللي عمل لاف، مين اللي شاف اخر صوره، مين اللي كان بيعمل كومنتس في حته تانيه وشاف الصوره بتاعتك ونفض، مين اللي رد عليك في التويته دي، مين اللي عمل لاف للتويت، مين اللي ادالك لاف على صورتك على انستجرام ومين ما ادالكش لاف، مين شاف الستوري بتاعتك. تقوم تاكل وتفطر وبتاع وتبقى راجل صحيح. دلوقتي انت بتصحى تمسك التليفون نفسه في الضلمه وفي كل حاجه وانت عامل كده عايز تشوف التليفون. كان رئيس شركه بينترست اتكلم في الحته دي وقال ان هو بقى مدمن جدا على التطبيق وعلى التليفون، وما بقاش يدي اولاده الوقت اللي هم يستحقوه ان هو يقضوا معاهم، فبقى بيسيب التليفون في العربيه. وبعد فتره فعلا بقى بيروح يجيبه تاني، ما قدرش ان هو يستغنى عنه، يعني بيسيب العربيه بره البيت وما قدرش برضه انه يستغنى عنه. فخد بالك زمان انت كنت بتيجي تفتح الفيسبوك من الكمبيوتر كومنتس، تعمل شير، تكلم ده، تتفق مع ده على خروجه وتنزل وخلاص، موبايلك في جيبك بتاع المكالمات وخلاص. دلوقتي انت بتنزل بالفيسبوك، مش بالفيسبوك بس، تنزل بالفيسبوك، انستجرام، تويتر، سناب شات، واتساب، بينترست، لينكدين، تيك توك مثلا، كل حاجه دلوقتي بقت انت مرتبط بيها بتنزل بيها. كل كام تطبيق 8 انت موجود عليهم ولازم تكون موجود، وشرط عشان تنتشر في التطبيقات دي ان انت تكون موجود، تتفاعل مع الناس، الانجيجمنت يعني الربح، والانجيجمنت دي من الرواكز الاساسيه بتاعتهم. انت بتدفع ثمن الخدمه اللي انت بتشوفها، مش فري. فيسبوك مش فري، تويتر مش فري، واتساب سو فار فري، زي ما شفتوا في ديحه الواتساب وكنا اتكلمنا عليها هتدفع ثمن حاجه زي كده. الانستجرام البرومو والسيرش اللي انت بقيت بتشوفه على طول، تيك توك حته ان انت تسوايب، كل ده جديد عليك، فانت ما بتاخدش حاجه ببلاش. تاني حاجه الانجيجمنت، لازم تكون موجود على انستجرام. مش هتنزل صوره كده الناس تعمل لك لايك، اصحابك قرايبك وخلاص، حتى مش كل اصحابك بيعملوا لك لايك. يعني انت مثلا يكون عندك 200 فولور ما بيجيلكش 200 لايك، يجيلك 20 لايك، 10 لايك مثلا، يجيلك عندك 1000 فولور. انا ما بتكلمش على الفولورز الفيك، انا بتكلم هنا على الفولور اصحابك، زمالك في الشغل، صحابك في الشارع، قرايبك، عارفك، كل الناس تعمل لك لايك. البوست بتاعتك مش هتظهر لكل الناس، يعني البوست بتاعك عشان يظهر لازم تكون بسيكونس معين وانجيجمنت معين، ولازم تشوف الوقت اللي بينزل فيه. يوتيوب مثلا، يوتيوب انت لو رفعت فيديو واحد على اليوتيوب مش هيشوفه كل الناس على اليوتيوب، مع ان ده كان موجود زمان. دلوقتي لا، لازم تنزل فيديوهات كتير عشان الناس تبتدي تشوفك وتتابعك، فبقى دايما مدخلك في سايكل انت اتربطت فيها. ناس هتيجي تقول لي اهو انا مربوط فيها ليه يا عم، انا سيبها وقت ما انا عايز. انت مربوط فيها عشان خاطر مثلا الربح يوتيوب وفيسبوك مثلا، وعشان خاطر حاجه ثانيه ودي اللي هنتكلم عليها النقطه الثالثه، وهو الدوبامين، عجز الدوبامين وافراز الدوبامين. زمان كان واحد بيقدر يتعامل مع عجز الدوبامين، كنت مثلا زمان خالص تيجي تكلم حد، يعني انا افتكر انا يمكن قديم شويه، فمثلا على ايامي ما كانش فيه التكنولوجي الرهيبه دي، يعني كنا بنلعب اللي هي الكمبيوتر كده 98، فيفا 98 بقى، الحاجه اللي هي بالماوس والكيبورد دي، ودي كانت طفره كمان، يعني ما كانش كل الناس عندها حاجه زي كده. بلاي ستيشن 1 ده كان موجود مثلا في محل واحد في المنطقه كلها مثلا، يعني ايام السيجا وايام الاتاري والحاجات دي، كل ده انا حضرته من الاول خالص. كان في بقى قبليها حبه كده اللي هو انت اما التلفزيون بيشفر، ما كانش فيه يعني الدش برده ما كانش منتشر قوي كده، التلفزيون يجي يشفر الساعه مثلا 11 بالليل 12 بالليل، تيجي تعمل ايه؟ تبقى قاعد زهقان بتنام، تصحى مثلا الصبح ما فيش حاجه، في مثلا صباح الخير يا مصر مثلا على القناه الاولى، وبعدين شويه كرتون مش عارف ايه، وبعد كده بقى برامج حواريه، بعد كده الفيلم بتاع الساعه 1 الدور او الساعه 2 اللي هو على القناه الاولى، القناه الثانيه مثلا بالليل فيلم اجنبي، مواقف وطرائف ومسلسل. مش عايز ادخلك في نوستالجيا جامد، ولكن انا بكلمك في حته عجز الدوبامين، كان بيجي لك وقت عجز للدوبامين، فكنت بتقدر تتعامل معاه، قاعد زهقان، قاعد بتفكر، قاعد بتشوف هتعمل ايه، عندك برودكتيفيتي، عندك وقت تقدر تستغله. تلاقي التلفزيون ابتدى واحده واحده ان هو يسيسك برده في الموضوع ده، وبعدين تلاقي الدش التلفزيون ما بقاش يقفل، قنوات معايا بقت بتقفل، سبيس تون مثلا واحنا صغيرين كانت بتقفل، دي كنت يعني العالم كله بيقفل كده قدامك، مرتبط دايما بالحاجات دي. وبعدين شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه ابتدت البرامج دي تفضل انليميتد، هي بتتعاد وانت بتتفرج عليها وهي بتتعاد، ما انا اتفرجت على الحته دي وبعد كده بقى تتشغل مش عارف بحاجه ثانيه، بعد كده تشوف. فابتدى يحصل عندك ضعف في الذاكره، ابتدى يحصل عندك تشتيت للانتباه، ابتدى يحصل عندك اكتئاب، ابتدى يحصل عندك حاجات انت بترتبط بشكل دوري باللي انت بتشوفه. جه الكمبيوتر ابتديت ترتبط بيه وقاعد على طول على الكمبيوتر، شات، ياهو شات، سكايب، ام اس ان، الحاجات دي كلها. وبعدين كنت بتنزل حياتي برضو تفك، تنزل تروح تبات عند قرايبك، فانت ما فيش مثلا عندك كمبيوتر ولا عندهم، تلعبوا بقى مع بعض، تنجي. يحصل فيه زي ما احمد مكي بيقول مش منطوي وبالساعات قاعد قدام التليفون، لا بيحصل انجيجمنت فعلا. عامه بعد كده ظهرت السمارت فونز زي ما بيقولوا، ده كومبايننج ما بين الشركات او اتفاق ما بين الشركات في حاجه زي كده، الموبايل مثلا بيقدم، اللعبه بتتطور زي باب جي، هي دايما عايزاك ان انت تفضل داخل وتفضل تعلى، فتنزل عشان تعلى تاني، تنزل عشان تعلى تاني، وتعتمد على
الدوبامين بتاعك اول لما بتنتصر، وان انت لما بتتهزم بيبقى في عجز شويه، بتبقى عايزك الادرينالين عالي، بيبقى عندك في كام هرمون كده طالعين، عايز تعوض، عايز تعمل زي الموجود في الامور بالظبط. بس ده مش ده ما بيخلصش. ببجي انت لما الموبايل بيجي بتاعك يفصل بتحطه في شحن وبتلعب، مع ان ده غلط جدا، بس انت بتضحي بحاجه زي كده عشان انت عايز تفرز دوبامين، تحس بنشوه الانتظار على طول. الدوبامين ده بيفرز في حالات معينه، بيفرز مثلا في حالات لو انت اكلت اكله حلوه، لو انت شفت حد بتحبه، لو انت عملت انجاز عظيم، لو انت عملت حاجه كده، الحاجات اللي بتستدعي الفرح. فهما ما بيفرزش في حاجه زي كده، بيبقى في حاجه اسمها عجز الدوبامين، وبتبتدي انت تتعامل معاه كبشر، بيبقى ده عادي، افرازك للهرمونات عادي جدا. لكن بقى اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ فيسبوك بقى على الموبايل، تويتر على الموبايل، الكلام ده كان موجود زمان ايام بقى الايشه في النوكيا وكده، كان في فيسبوك وكان في واتساب وكان في الحاجات دي، بس برده كانت ليميتد، ما كانش فيه الانتشار ده. اول ما طلعت بقى الالجوريزمز والماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس والاي اي والام سي والحاجات دي، كل ده بقى ابتدى ياخدنا للدايلما بتاعه السوشيال ميديا. المفروض ان هي اسمها السوشيال ميديا الحياه الاجتماعيه، ولكن هي خدت مكان الحياه الرئيسيه اصلا احنا عايشينها. احنا الحياه الاجتماعيه دي اللي هو بنهزر، بنضحك، بنعمل، انا عايز اعمل اي حاجه وخلاص، انا حياتي مثلا راجل دكتور وبعد كده مثلا عايز ابقى رسام، ففي الحياه الاجتماعيه دي مثلا اعمل كذا، اهزر مع ده، اتكلم مع ده، اقرب المسافات زي ما هم بيقولوا. ولكن اللي ما بيحصلش كده، ما حصلش ان هو انت على طول قاعد معاها. طب قاعد ليه بقى؟ علشان انت قبل ما تنزل البوست انت كنت عايز تنزل البوست عشان يجي لك لايكس، لما يجي لك لايكس كتير او لاف كتير بيبتدي الدوبامين عندك يفرز، فانت عايز تدور على اي بوست، عايز كوميك عشان الناس تضحك وتبان ان انت شخص مرغوب وبتضحك ودمك خفيف، عايز تبارك لده علشان ما تبانش ان انت وحش، عايز تشارك احزان ده عشان ما تبانش ان انت بتسيبه في احزانه، ويفضل عندك التايم لاين مليان بمشاعر مختلفه طول الوقت. عندك بوست يضحك تضحك جامد، تاني بوست شهداء او ناس ماتت او حادثة او صاحبك او عنده مشكلة، حد اتطلق، حد اتحبس، حد عمل، تزعل. بعد كده تفر تاني تلاقي خبر سياسي، تفر تلاقي حاجة عايز تشتريها، فتبتدي يبقى عندك انترست، وبعد كده تضحك تاني، بعد كده تضحك تضحك تضحك، بعد كده تعيط 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 تعيط. في نفس الوقت مفيش عقلك مش قادر ياخد ريست من كمية الايموشنز اللي داخلاه، والكلام ده مش مرة في الاسبوع، الكلام ده مش مره في اليوم، ده طول اليوم طول الاسبوع طول الشهر طول السنه، كميه معلومات وكميه حاجات ملهاش اي 30 لازمه. انا ايه اللي محتاج ان انا اعرفه؟ هل انا مهم بالنسبه لي اعرف مثلا مين اتخرج من هنا، او الراجل فلان ده مات مثلا دلوقتي او كده؟ زمان مثلا كنت ممكن تقابل حد يقول لك ده كذا مات، ده كذا اتخرج، ده كذا، وتفرح فعلا. انا حاجه ما سمعتهاش بقالك كتير، ما سمعتش عن فلان بقالك كتير، لكن دلوقتي فلان قدامك بيخطب قدامك، بياكل قدامك، بيصور اكله، بيشرب قدامك، وانت قاعد بس جاست سكرولينج. لما تخش مثلا على السكشن بتاع الفيديوز في الفيسبوك مش هتعرف تطلع منه بسهوله، تفضل سكرول الفيديو ده عيو. ممكن بقى تلاقي الفيديو مثلا اللي تحتيه كان كذا ويتغير على حسب ما انت عملت رياكشن على الفيديو ده، فهو برده ادالك الحاجه اللي انت عايزها. تفضل موجود على الابلكيشن، هو عايزك تفضل موجود اكبر وقت على الابلكيشن. في مثلا تويتر عايز تقعد تعمل تويتس وتهزر مع ناس وتتكلم مع ناس، تفضل موجود والفولورز يكتروا علشان تحس بنشوه الدوبامين. وقيس على كده بقى مثلا انستجرام علشان تعمل ستوريز كتير عشان تبقى راجل بلوجر وانفلونسر جامد، لازم الناس كلها تتابعك، لازم كل يوم ستوري، ولازم تنزل بوست 3 مرات في اليوم، ولازم كل الحاجات دي برضه بتوع الديجيتال ماركتنج عارفينها، وانا كنت شرحتها في فيديو قبل كده. ولكن انت هنا يا معلم خلاص اتربط، انت عارف ان الاشاره الحمراء اللي بتجيلك على الابلكيشن من بره دي اصلا معموله علشان تحفز عندك حته الفضول وتخش تشوف ايه ده. يعني مثلا انت الفيسبوك دلوقتي مش عايز تفتح، ما عملتش عامل بوست، ما عملتش اي حاجه، انا قاعد عادي بفتح الموبايل بتاعي مثلا عايز اتصل بحد وبتاع، فببص لقيت الفيسبوك اللي هو موجود في الباك جراوند في علامه حمراء كده، 1 او 2 او 3. طب ايه النوتيفيكيشنز دي؟ ما انا قافل بقى النوتيفيكيشن، اخش اشوف ايه ده، او انا فاتح النوتيفيكيشن بس مثلا جالي نوتيفيكيشن واحده وهنا في 3، فاخش اشوف. لو تفتكروا المشكله اللي كانت بتحصل ان هو الفيسبوك يطلع عليه نوتيفيكيشن فيك كده عشان تخش كتير على الفيسبوك وتتعلق فيه، وقعدت فتره شلت كل الحاجات دي، شلت بتاع الحمراء بتاع من فيسبوك وسناب شات وكل الحاجات دي. هتيجي بقى تقعد كده هتلاقي نفسك مش عارف تعمل ايه، انا عايز اكلم حد، طب انا عايز اطمن على ده، طب ده عامل ايه في الماتش، طب مش عارف ايه اخبار الدنيا، عايز اعرفها وبتاع. مين قال كده؟ مين قال انت لازم تعرفها؟ مين قال انت لازم تخش؟ مين قال انت لازم تتكلم؟ على فكره انا ابتديت 2 او 3 اسابيع شلت الفيسبوك، عملت دي اكتيفيت الاكونت وشلت الابلكيشن نفسه من التليفون، شلت ابلكيشن انستجرام، شلت سناب شات بتاعي، وسبت بس الواتساب لان هو للاسف مرتبط بكام جروب للشغل، ولكن كده كده اول ما تحصل حوار الواتساب والملكيه والاعلانات هلغيه وبس، ما عنديش اي تطبيق تاني غير كمان تويتر، وشلته وبقيت بستخدمه من الويب براوزر بس، وما بستخدمش الحاجات دي من التليفون خالص. ببجي شلتها، كل الحاجات دي شلتها، ابتديت الاقي نفسي عندي وقت ومش عارف اعمل فيه ايه.
تالت انزل اروح الجيم، تالت انزل اقابل صحابي، ما اقعد مع حد ابتدي اتكلم معاه، ما عنديش حاجه ان انا اطلع التليفون اشوفها، ابص بقى الناس قالت ايه على البوست، ابص الناس قالت ايه، ما اشوف ده عمل ايه بعد كده، ما عنديش حاجه اسمها كده، انا بس بقعد اتكلم مع حد وخلاص. حسيت ان حياتي بقت احسن، حاسس ان انا بقيت مركز اكتر، ما بقاش قاعد في الشغل بشتغل مثلا حاجه بفتح فيسبوك اشوف مش عارف ايه وافضل قاعد في دايلاما جامده، ما بقاش عايز اعمل كده، ما بقاش مثلا عايز اروح اشرب مثلا قهوه وشاي وخلاص واحس بصداع دايما. الحاجات دي لازم تقف واقفه مع نفسك، لازم تعرف ان خلاص دول ما بقتش حاجات انت بتستغلها، هم اللي بيستغلوك، هم اللي بيستغلوك وبيستغلوا معلوماتك وبيستغلوا كل حاجه، وانت مسالم جدا. تيك توك عشان تفتحه لازم بيقول لك انا هشارك بياناتك ولازم توافق، لان انت لو ما وافقتش مش هتستخدم التطبيق بتاعهم، وده في منتهى الاجبار، يعني انت بتجبر على حاجه زي كده. طب الفيسبوك دلوقتي حاليا او ريسنتلي بقى برضه موجود فيه حته ان هو يوافق على بعض المنشورات ويوافق على بعض، لا يقول لك دي مخالفه لسياسات الفيسبوك، ما بقاش عندك حريه التعبير عن رايك. في تويتر مثلا لو انت جيت عملت حاجات غريبه كتير، عملت انفولو الناس كتير انت مش عايزها مثلا، وعايز تعمل انفولو وعايز تعمل فولو الناس تانية، عملت كومنتس كتيره، دي مش الحاله اللي المفروض تعيشها. وانا مش جاي اقول لك الحاله انت المفروض تعيشها، باي ذا واي انا مش جاي اقول لك امسح الابلكيشن، مش جاي اقول لك حاجه زي كده، جاي اقول لك مثلا ان في كتاب مثلا لازم تقراه 10 حجج عشان تشيل الاكونتس بتاعتك من على السوشيال ميديا، مش هقول لك كل الحاجات دي، انا بس عايزك تبقى عارف انت فين من ده، انت فين من اليوتيوب اللي انت بتشوفني من عليه دلوقتي، انت فين منه. انت لما تيجي تفتح اليوتيوب في الهوم مش كل دي الحاجات انت عاملها سبسكريبشن، فبتلاقي حاجات تانية انت ممكن تكون ناسي انت داخل تشوف ايه، دخلت مثلا على السبسكريبشن بس هتشوف حاجات القنوات اللي انت فعلا عاملها سبسكرايب، مش عملت لها سبسكرايب ونسيتها، مجرد السبسكرايب او لايك وخلاص. ده على في على اليوتيوب. على الفيسبوك ناهيك، الفيسبوك ده وحش حوت كده، موجود معاه الفيسبوك طبعا انستجرام وواتساب وبعض الشركات تحليل البيانات التانية والحاجات دي. اخر نقطة عايز اتكلم فيها وهي شخصيات اصحاب حاجة زي دي. واحد زي مارك زوكربيرج، الراجل ده مش محبوب خالص في الوسط بتاعه، الراجل ده حاول يشتري شركات كتير قوي، واللي ما بيعرفش يشتري بيقلده، ما عرفش يشتري تيك توك، ما عرفش يشتري تيك توك قلده في الريلز على الانستجرام، ما عرفش يشتري سناب شات قلده في الستوريز على الانستجرام، ما عرفش يشتري واتساب علشان خاطر الناس المطورين بتوع واتساب الاثنين كانوا معترضين على سياسات الفيسبوك، وفي النهايه لما اشتراها ومشى المطور بتاعه كان قال حته الاعلانات دي، هو مشي في 2017 او 2018 على ما اعتقد، وساعتها طلع ورفع قضيه وفتح الدنيا، وهو صاحب تطبيق سيجنال اللي برضو كنا اتكلمنا عنه. هل فاكر ان الراجل ده ممكن ياخد بياناتك وياخدك للطريق الصحيح؟ يعني مثلا واحد زي مارك راجل انطوائي جدا، ازاي الراجل ده انطوائي كده؟ هل هو بيستخدم فيسبوك كتير؟ يعني انت لو دخلت على اكونت بتاع مارك هتلاقي عليه حاجات غير موجوده على الاكونت بتاعك خالص، هل بتشوف اللايكس بتاعته؟ الناس اللي شغاله في فيسبوك هل بتشوف اللايكس بتاعتها اللي شغاله في جوجل؟ هل بتشوف الناس دي بتكتب ايه وبتعمل ايه على تويتر مثلا والحاجات دي؟ مختلفين تماما عنك، الناس دي عارفه هي بتعمل ايه وعارفه هي فين، انت كمان لازم تعرف، ولازم تعرف ان انت مسؤول عن حاجه زي كده. النهايه انا يعني فيديو طويل جدا جدا، وانا مش عايزكم تزهقوا ومش عايز اقول معلومات تو ماتش، اتفرجوا على الفيلم ده، الفيلم ده كويس جدا، اقروا الكتب اللي بتتكلم عن حاجه زي كده، اقروا الكتب بتتكلم عن السايكولوجي، وان النسبه كتير قوي من الانتحار بدات من بعد حوار السوشيال ميديا، الاكتئاب من بعد حوار السوشيال ميديا، لما انت ترفع صوره ما جالكش عليها لايكس كتير تحس ان انت وحش، تحس ان انت لو رفعت كوميك وما جالكش عليه ضحك كتير فتحس ان انت مش مضحك، تبتدي تشوف نفسك بحاجات غير الحقيقه. عادي، كلنا بشر وكلنا بنغلط، مفيش حد كامل، البرفكشن ده موجود، بس مفيش حد بيرفع خيبته على الانستجرام، مفيش حد بيكتب في الفيسبوك ان هو خد على وشه جامد وكان غلطان، دايما الناس فرحانه وبتسافر على انستجرام، انت حاسس انت فايتك كتير وانت مش فايتك حاجه، عادي جدا، حاسس ان العالم كله بيحارب بعض وكورونا ودمار وبتاع، وهو الحقيقه مش كده خالص، حتى الكورونا الحقيقه مش كده خالص، في العالم كله الناس كلها عايشه عادي. خليك ذكي، ما تخليش حد يستغلك، لازم تكون عارف انت فين. احنا دلوقتي في وقت التقدم، اللي ما عندوش معرفه هو الخسران، واللي عنده معرفه هو الكسبان. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، شكرا لاي حد اتفرج على الحلقه للاخر وفعلا مهتم بكلامي، واتمنى يا رب دايما يكون المحتوى بتاعي مفيد بالنسبه لك، وان شاء الله دايما ربنا يقدرني واقدم لك الحاجه اللي ترضيك. شكرا ليك، سلام عليكم.